السلام عليكم. كل اب وكل ام لازم تركزوا قوي معايا، لان النهارده هنتكلم عن الحاجات اللي تخص صحه اولادك. يعني ايه ان الطفل ياكل اي حاجه بدون ما نراجع ونعرف ايه الحاجات المهمه وايه الحاجات الصحيه اللي لازم نهتم بيها جدا عشان نوصل لنتيجه كويسه مع الاطفال. طيب النهارده هنتكلم على جزئيه مهمه قوي، ومن خلال المشتريات بتاعتنا، هل الاكل اللي بناكله لاولادنا ده اكل فعلا ولا ده حاجات؟ طيب خلينا كده ناخد جولة ونطلع مع بعض، نروح لأقرب ماركت هنا ونطمن على أكل ولادنا شكله إيه. تابعوا معايا وركزوا لآخر الحلقة. أول حاجة هنتكلم عن الأكل اللي بيغري الأطفال دايما، الحاجات اللي هي سناكس والحاجات الممتعة بالنسبة للطفل. قبل ما نبدأ في أي اختيار لأكل الطفل، نراعي جدا عدم وجود يعني المواد اللي هي بتبقى معدله وراثيا زي القمح، وده اساسي جدا هتلاقيه في كل المنتجات بتاعه الاطفال، وهتلاقوا السكر موجود في كل منتجات الاطفال، ودي حاجه من الحاجات اللي هتقلل مناعه الطفل جدا. تعال بص كده على المنتج هنا، يعني يا ريت مبدئيا كده قبل ما نبص على كل المنتجات اللي قدامنا دي، ملناش دعوه بالمسميات التجاريه، انا يهمني المكونات عشان محدش يقول بيتكلم على منتج بعينه. شوف المكون ده مكون من ايه؟ دي ذرة اول حاجة، وبعد كده هتلاقوا السكر. يعني خلينا كده نبص على بقية الحاجات، هتلاقوا ده عنصر اساسي في كل الحاجات الموجودة. هشوف منتج شكله حلو قوي، مقرمشات مخبوزة. تعالوا نبص على المنتج برضو هيتكون من ايه. اول حاجة دايما برضو هتلاقوا دي القمح، وهتلاقوا السكر. يعني المنتجين اللي احنا بنهرب منهم عشان بيضعفوا جدا مناعة الطفل ومناعة الكبير كمان، مش الطفل بس، يعني هتلاقوا ان ده موجود في كل المنتجات بنفس المستوى. تعالوا شوفوا برضو هنا حاجة، ده قديم قوي كان موجود زمان. تعالوا نشوف كده متكون من ايه. قال هو نباتي 100%، ماشي خلينا نشوف نباتي ايه التكون بتاعه او ايه المكونات الرئيسية فيه. ذرة فشار، مش عارف ده ازاي فشار، بس هو يعني اهو مصنوع من دي الذرة وزيوت نباتية وطعم السجق، ومفيش فيه مواد حافظة. طعم السجق ومش مواد حافظة، مش مفهومة ازاي. نشوف ده بالنسبة للمنتجات اللي هي موجودة ودايما بتغري الاطفال، يعني دايما بتغري الطفل انه ياكلها. شوف حاجة برضو منتج مال السوق اهو، نشوف الجودة بتاعته شكلها ايه. دي القمح، اول حاجة موجودة دايما، وهتلاقوا سكر في الاخر برضو السكر. حتى مثلا لو جينا نبص على القسم الخاص بالبسكتس والحاجات اللي هي يعني الكيك المحشي والكلام ده، تعالوا نبص، هو شكله مغري قوي وحاجه جميله، بس تعالوا نبص على المكون، المكونات الخاصه بيه هتلاقيها برضو مش واضح خالص على هذه المنتج يكون مكتوب عليه مكونات واضحه. فده اهم حاجه عندي، ان انا لما اجي ابص على اي منتج بقدمه لاولادي ابص على المكونات اللي هي المستخبيه ورا دي. شوف كاتبين ايه، زيوت نباتيه وسكر وبرضو قمح. تعالوا نشوف انواع تكون نظيفه منه، حاجه عظيمه قوي المنتجات اهي. تعالوا نشوف المكون الرئيسي بتاعها ايه، برضو سكر ودي القمح. مهما تهرب مهما تختفي تروح تيجي، كل المنتجات لازم قمح وسكر. هنفرد حلقة كبيرة قوي ليه احنا بنقول ان القمح والسكر، شايف برضو مكون يحتوي على القمح وما فيش فيه سكر، ماشي ده حاجة يعني في قمح بس. يعني كل المنتجات اللي احنا شايفينها مهما كانت قديمة جديدة، كل ده
بنقدمه للأطفال؟ طبعاً يعني كل المنتجات هتلاقوها بشكل ملفت قوي، وبرضو هتلاقوا فيها لازم دي وسكر. هتقول انت هتجننا يعني، مش عايز تقول لنا حاجة مفيدة خالص في الأكل ده كله؟ لا، في مفيد. المفيد بتاعنا هو أكل البيت. أكل البيت يعني ايه أكل البيت؟ يعني أكل انت اللي مصنعه في بيتك، مفيش فيه منتجات وحاجات انت مش عارفها، انت ما بتعملش عمليات بتغير من طبيعة الطعام اللي ربنا خلقه. هو ده الأكل المفروض ياكله ابنك عشان لما يكبر يفضل بقوة وصحة وعافية، وما نقعدش نعاني ونقول انه عنده نقص مناعة او هو بيعاني من الأمراض بسهولة جدا. عشان كده لازم ندور في كل حاجة بنقدمها لأولادنا، وحافظوا على أولادكم لأن هم دول السلاح. دي برضو منتجات الكل بيشوفها صحي جدا لأولاده، كل الأنواع اللي موجودة دي. تعالوا نبص برضو على المنتجات بتاعتها. يعني ده منتج مفروض منتج صحي ومشهور قوي، وهو بيعتمد على الشوفان. تعالوا نشوف مكونات عبارة عن ايه. هتلاقي في المكونات هنا دي قمح برضو، اللي هو المفروض ده معدل وراثيا وبيأثر جدا على المناعة، وفي الاخر برضو السكر موجود في المنتج. مش بنهرب ابدا لحاجة صحية خالص. تعالوا نشوف كده حتى المنتجات المشهورة واللي هي بنعتمد على انها صحية جدا للاطفال. يعني شوفي يا ماما وشوف يا بابا كده وانت بتشتري لاولادك، اتأكد جدا ان انت اختياراتك لصالح الطفل. تعال نبص كده على المنتج ده، فيه ايه؟ حبوب من القمح، في دي قمح وسكر، اول حاجتين. يعني احنا بنتكلم ليه على القمح بالذات وعن السكر؟ لو جينا نبص على القمح هتلاقي ان القمح تم تعديله بشكل قوي جدا، الى انه ما عادش طعام، ما عادش وجبة غذائية صحية ابدا تساعد الطفل على النمو وعلى ان هو يحسن من صحته، خاصة في الظروف اللي احنا فيها اللي بندور قوي قوي على ان احنا نجيب حاجة محترمة للطفل. تعال نشوف ده منتج برضه، ده منتج اهو. اوه حاجة بقى ايه، حاجة خاصة بالتغذية ومحترم قوي. وشايفين كاتبين ايه العلامة دي؟ GMO، يعني غير معدل وراثيا، اللي هو يعني من الحاجات اللي جدا 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 مفروض نثق فيها. تعالى نشوف كده المكون ده ايه الحاجة الاساسية اللي جواه. فبالتالي المنتج مش هنلاقي جواه الا دي ولا سكر ولا الحاجة الضارة بأطفالنا. تعالى نشوف المنتجات فيها ايه. في جرانولا وفي شوفان وسكر، وفي دي القمح والنشا قمح. الله، طبعا يعني الجي ام او كده مش مكانها خالص، وده ما هو الا تسويق فقط لا غير. كل المنتجات اللي احنا شايفينها دي مش عارف اتكلم واقول غير ان احنا لازم نختار كويس لاولادنا، لازم نهتم جدا بان صحتهم ما بقاش عرضة لان احنا نقلل من مناعتهم ونشتكي بعد كده ونقول يا ربي ابني بتعب ليه او مش بتحسن ليه، رغم ان هو بياكل اكل في البيت، بس تبقى عارف ان انت بتاكله حاجة مش صحية من بره البيت. شايفين دي شعير ودي رز وسكر ومواد الشعير. والله يعني ده يعني شوية ده معقول قوي، بس ياريت ما كانش يبقى فيه سكر، يعني لعدم وجود القمح فيه فده كويس. يعني لو بقى ذرة مثلا او شعير يكفي، بلاش موضوع القمح لان هو معدل وراثيا وهيبقى ضار جدا لكل الابناء. احنا خلاص خلصنا حلقتنا كده، ياريت ان شاء الله تكونوا استفدتوا بالحلقة. ما تنسوش اشتراك وسبسكرايب وانفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وكل سنة وانتم طيبين.